كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. مباراة قمة بين الإخوة حسنية أكادير ونهضة بركان في هذه المباراة. إذن أيها الإخوة اليوم غادي نشوفوا الآراء ديال الجماهير ديال فريق النظرية ديال بركانية حول هذه المباراة. الفريق بنتائج في النتائج الأخوين الأخيرة قدم أداء صراحة غير في المستوى غير راضي بالنسبة للجماهير البركانية. نعرف أن المباراة الأخيرة تعادل فريق النظرية ديال بركانية أمام أولمبيك سافي هنا على الملعب البلدي بمدينة بركان. اليوم غادي نشوفوا الآراء ديال الجمهور وعشاق البرتقالي حول مباراة حسنية أكادير ونهضة بركان. تحياتي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلبوا من الجمهور يساند وما يديرش الشغب، احنا ضد الشغب، والحسنية حتى هي فرقة كبيرة، والنهضة البركانية راها مزيانة إن شاء الله، ونتمنوا لهم التوفيق إن شاء الله في الكاف وفي البطولة إن شاء الله. ثلاثة نقاط ولا بد إن شاء الله اليوم. ان شاء الله. ايوا الحمد لله، الله يسلمك. الجماهير نتمنوا يكونوا ما يكونوش ضد الفرقة، مع الفرقة السارة والضرة. هذه هي اللي الروح الرياضيه، ماشي احنا من بركان تربح النهضه البركانيه تربح ايوا نصفقوا من تخسري وحنا لا ما داروش سكيتيوي ما سكيتيوي سكيتيوي راه مزيان ان شاء الله نهار وان شاء الله غادي تنجح. ثلاثه نقاط ان شاء الله. ثلاثه نقاط ان شاء الله. زين شنو تقولنا على بركان؟ قلنا على شي حاجه على بركان غزاله كتعجبك؟ كتعجبني بزاف النهضه البركانيه. مباراه يعني باش نبقاو في المرتبه ونحافظوا عليها، فهي مباراه كتعني لنا بزاف، والخصم الذي غني عن التعريف حسنيه اكادير حتى هو كينافس على الدوري ديال الكاف، فهذا شكر للجماهير السوسيه ومرحبا بها في مدينتها الثانيه. وبالنسبه للنتيجه نتمنوا المستوى 3 بوان ان شاء الله كما قال الاخ، ولا لحقاش الصراحه تصدمنا بالنتائج المؤخرة، ما عرفناش علاش، واش المدرب بغى يتجاوز شي صوالح اللي ما عرفناهمش. حنا كاننا جمهور، هو مدرب وحنا جمهور، فالجمهور كيشوف بواحد الطريقه والمدرب كيشوف بطريقه اخرى، ولكن على عين الجماهير انه هبط بزاف في الاداء ديالو في هذه المباراه الاخيره، فنتمنوا منه يصحح الاخطاء ديالو ويعرف بان راه فريق كبير، هذا فريق النظريه ديال البركانيه، فريق كبير، وحنا هذا العام نتنافسوا على البطوله ونتنافسوا على كاس افريقيا، فكونفدراليه افريقيه عفوا، فنتمنوا منه يصلح لا هو لا اللعابه لا المكتب المسير، يشوفوا الفرقه كانها ماشي بروجي، كيشوفوها بواحد الاداء اخر، انه روح قتاليه وانه شرف لهذه المدينه. فنتمنوا منه يصحح الاخطاء ديالو 3 بوان ان شاء الله. خويا بزاف ويقدر هذه المباراه يربح، ونتمنوا ان شاء الله يكون في المتناول. وشنو تقول لنا اخر على بركان بالنسبه للمنافسه الافريقيه والجمهور؟ الجمهور متفاعل بزاف ويبغوا الفريق ديالنا يربح ديما. وديما بركان خصوصا جماهير حسنيه اكادير كما شفنا اليوم جات لمسانده الحسنيه في هذه المباراه، كيف كانت الاراء ديالكم والترحيب ديالكم الجماهير؟ كان بركان مدينتهم الزوجه، مدينه بركان الدراري ديال اكادير هما يقولوا لكم راه جاوا لهنايا، الدراري باتين هنايا بالماتش يلعبوا مع المولوديه، باقيين هنايا من ذاك الوقت هذاك سيمانه تقريبا اللي باقي هنايا، وما كانش اللي تاذى ولا بالعكس كلشي ترحبوا في الديور. اللي جا يعني اللي جا بركان بركان راه مدينه الخير ومعروف عليها من زمان هذا الشيء. هذا اليوم نتوقعوا تكون جماهير ديال النهضه البركانيه تكون حاضره هنا في الملعب البلدي؟ كاينين ان شاء الله كاينين، المهم هو عندنا احنا 3 بوان 3 بوان نجيبوها ان شاء الله ونجيبوا البطوله ان شاء الله، وعاشت النهضه البركانيه وعاشت الاورنج بويز. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.